السلام عليكم. اليوم بسوي لكم أنا وسلمان أفضل براونيز سهل ولذيذ. مقادير الوصفة: كوب سكر، رشة ملح، بيضتين، إصبع زبدة، ملعقة كبيرة فانيلا، ثلث كوب شوكولات باودر، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوب طحين، نص كوب سكر بني ونوتيلا على الوجه. إصبع زبدة على حرارة الغرفة، وأحط السكر البني والسكر الأبيض، وأحط البيضتين، رشة ملح وبيكنج باودر والطحين والفانيليا وشوكولات باودر. يلا حرك. وأحط الخلطة على صينية فيها ورق زبدة، ونحط نوتيلا على الوجه وأشكلها بعود الخشب وعلى الفرن من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة على درجة 180، وبعد ما طلعت من الفرن أخليه يرتاح 10 دقائق. كيف البراونيز يا سلمان؟ لذيذ ولازم تجربونه. كم تقييمك؟ 10.5. ليه؟ ثقيل. ثقيل شوي. بالعافية. الله يعافيك. بكذا نكون سوينا أسهل وألذ براونيز، ولازم كلكم تجربونه.